أهمية هذا المنتدى بيعطي الشعور بالأمن لأي مستثمر ممكن أن يأتي في المرحلة اللاحقة. الشركات التي ستستثمر والتي ستعمل في موضوع الغاز يهمها أن يكون هناك استقرار، لأن هي عبارة عن استثمار بالمليارات. يعني البدء في عملية استخراج الغاز أو الاستكشافات تحتاج إلى 4 إلى 5 سنوات حتى يأتي بنتيجة. فبالتالي عدم وجود الأمن والتهديد لا يحقق عملية الاستثمار. الآن الاقتصاديات الدولية بسبب حالة الركود نتيجة لجائحة كورونا، يضاف إليها الأزمات الاقتصادية والسياسية وتداعياتها. فبالتالي هناك سعي يعني سال طمأنة، وأيضا إلى إمكانية أيضا وجود صناديق للاستثمار من دول الخليج في موضوع الغاز والنفط ونقل الخبرات في غاز البحر المتوسط. طيب دكتور عبد اللطيف، تقول أن أهمية هذا المنتدى تأتي لضمان شعور بالأمن للاستثمار في الغاز والنفط في مياه المتوسط، يعني هل نفهم من ذلك أن هذا المنتدى هو لمقتضيات أمنية وسياسية، أم أن هناك ربما يكون مجالات أخرى؟ لا، بالتأكيد هو يعني عبارة عن عملية نوع من التنسيق الأمني والاقتصادي. هو منتدى مفتوح بالتأكيد، ولكنه يؤكد على حالة الاستثمار الاقتصادي. الدول جميعها بشكل عام تريد إرسال رسائل إلى أطراف سمتها ولم تسميها، بأنه يجب أن يكون هناك أمن في هذه المنطقة، وأنه سيتم دعم الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، والتأكيد على الالتزام بالقانون الدولي في موضوع حل الخلافات بطريقة سلمية. فبالتالي من لم يعترف بالقانون الدولي فإنه سيواجه بالتأكيد التنسيق السياسي والاقتصادي وحتى العسكري والأمني قبل هذه المواجهة، أي تجاوز على القوانين الدولية وعدم احترام الحدود القائمة البحرية وغير البحرية. دكتور، تتحدث وتقول أنه هناك رسائل لأطراف، مع أنه جاء في المنتدى بيان أنه ليس موجها ضد أي طرف. ماذا لو عدنا بعض الشيء إلى الوراء؟ المنظمة الإقليمية للمياه المتوسط، إذا كنت تذكر انضمت فلسطين وإسرائيل وأيضا اليونان وقبرص، هذا المنتدى صداقة ماذا يفرق عن ذاك؟ يفرق عن ذلك أنه أيضا يضاف إليه دول الخليج. دول الخليج لديها أيضا مصالحها الأمنية والاقتصادية، وأيضا هي إمكانياتها المادية وخبراتها في موضوع الغاز وإمكانية الاستثمار في موضوع الغاز، لأنه أيضا عملية الغاز إخراج الغاز بحاجة إلى مليارات قبل الوصول إلى المليارات. فبالتالي هناك مرحلة تحتاج كما أسلفت 4 إلى 5 سنوات. وجود دول الخليج وانضمامها إلى يعني بصيغة جديدة تضفي طابع اقتصادي وسياسي وتحالفات اقتصادية وسياسية، وأعتقد أنه سيقوم عليه أيضا تسهيلات اقتصادية لحركة رؤوس الأموال، والتي ستسهل لهذه الدول أيضا تجاوز جائحة كورونا. ولكن أوكي، لهم لا يمكن الإعلان أن هذا المنتدى موجه إلى دولة ما، ولكن يعني يعني هو معروف دكتور عبد اللطيف يعني أن النظام التركي هو الذي ينشئ هذه ويخلق هذه الانتهاكات والاعتداءات في مياه المتوسط، معروف هذا الشيء. يعني هل استبعد دعوة النظام التركي لهذا المنتدى أم وجهت إليه دعوة، وكيف سيتعامل النظام التركي مع هذا المنتدى وهذه التحركات؟ يعني حتى في المنتدى الغاز الأول الذي ضمت الدولة التي أسلفت ذكرها، فأيضا لم تدع تركيا إلى ذلك، ولكن قيل أيضا نفس اللهجة وبنفس العبارة أن المنتدى مفتوح لمن يريد الانضمام إليه. لا تأتي الدول إلى منتديات بهذه الطريقة، الدول تدعى. فبالتالي هناك أيضا عملية احترام القانون الدولي وقانون البحار. الدولة التي لم توقع عليه ولم تعترف فيها تركيا. نعم. فالعملية هناك رسائل واضحة، تأكيد على وحدة الأراضي السورية. وحدة الأراضي السورية تتبين أيضا من الذي يشكل مشكلة بالنسبة لوحدة الأراضي السورية. فالرسائل ضمنية ولكنها غير مباشرة، لأنها أصبحت مباشرة وبذكر مسميات، فتعطي طابع عدائي وتخلق نوع من التحالف الذي لا قد يثير يعني مشاكل أكثر، ولكنها هي نوع من الرسائل الواضحة لمن موجهها. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات في جامعة كارديف البريطانية، كنت معنا مباشرة من أثينا.